أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. كلاكية ثالث مرة، إطلالة مبهرة لجينيفر لورنس تنتهي بسقطة مؤلمة على السجادة الحمراء. أزمة صحية مفاجأة لحمدي أحمد. حذف روتانا أغاني عمرو دياب. شيرين عبد الوهاب تقبل كوزم السهر على الهواء في ذا بويز، كيف كان رد فعله؟ أزياء ارتدتها النجمات قبل الشهرة يتمنيان إخفاءها عن وجه الأرض. مبالغ خيالية وعقارات ومجوهرات تعرفوا على مهور الفنانات. أقيم العرض الأول لفيلم في العاصمة الأسبانية مدريد بحضور النجمات العمل وعلى رأسهم جينيفر لورنس. أطلب بفستان أسود من الدانتيل اللي بدت فيه في قمة الأنوثة والجمال، ولكن إطلالتها على السجادة الحمراء انتهت بسقطة مؤلمة أمام المعجبين الحاضرين. تعرض الفنان حمدي أحمد لأزمة صحية مفاجئة دخل على أسرها غرفة الرعاية المركزة. وقالت زوجة حمدي أحمد في تصريحات صحفية إن زوجها تعرض لذبحة صدرية مفاجئة استدعت دخوله إلى المستشفى. تستمر المعارك بين شركة روتانا والنجم المصري عمرو دياب، وآخر فصولها كان حذف ألبومات النجم المصري التي أنتجتها الشركة من موقع اليوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة على خروج زمام الأمور عن السيطرة بين الطرفين وإعلان كل منهما بيانات رسمية الانفصال بعد 10 سنوات من التعاون. مهما تعرضت للانتقادات ستبقى شيرين عبد الوهاب بعفويتها وطبيعتها الشقية محبوبة الجماهير، حيث قامت شيرين بإرسال قبلة إلى زميلها في لجنة التحكيم كاظم الساهر وقام برد القبلة مع ابتسامة. مع تغيير الموضة على مدى سنوات اختلفت طريقة المكياج والحواجب والملابس بشكل كامل. بعد النجمات اللواب بدأ شهرتهم منذ سنوات طويلة اختلفت أذواقهم باختلاف الموضة، ولكن صورهم القديمة أصبحت مخجلة لهم. مهر العروس هو ركن أساسي في إتمام الزواج ويعتمد تحديدا بناء على رغبة الطرفين وإمكانيات الزوج، وفي بعض حالات الفنانات كان المهر أرقام خيالية وتوزع بين النقود والمجوهرات والعقارات. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، كان معكم وجيدة عبد اللطيف أخبار اليوم.